السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، مرحبا بكم في دروس التعلم عن بعد في مادة اللغة العربية، ومع درس جديد من دروس اللغة العربية وقصيدة جميلة بعنوان حفظ الله تميما، الجزء الأول للصف الثالث الابتدائي الوحدة الثانية. هيا بنا أبنائي نذكر أنفسنا بالقوانين الصفية. اجلس في صفك بشكل صحيح، عليك أن تنصت للمعلم في أدب واحترام وتستمع إليه، عليك إذا أردت أن تتكلم أن تجيب أن ترفع يدك، أحسنت، عليك رائع أن تحترم الآخرين داخل وخارج الصف، عليك أيضا أحسنت ألا تؤذي أحدا من زملائك داخل وخارج الصف أيضا. أحسنتم، بارك الله فيكم. هل هذه هي القوانين الصفية كاملة؟ لا، هذه بعض القوانين الصفية أبنائي، لكن يجب أن نلتزم بجميع القوانين الصفية. نحن نذكر ببعض القوانين المهمة، أحسنتم. هيا بنا أبنائي نتعرف على أهداف درس اليوم. يتوقع منك أيها الطالب أن تقرأ القصيدة قراءة صحيحة ومعبرة، أو أن تلقي القصيدة إلقاء صحيحا ومعبرا، أيضا أن تذكر معاني المفردات الجديدة بشكل صحيح، كذلك تستنتج الأفكار والتفاصيل بصورة صحيحة. أحسنتم. هيا بنا أبنائي انظروا ماذا ترون في الصورة، وهل يخفى القمر؟ إنه علم قطر. أحسنتم، إنه علم قطر الرائع. وماذا نرى أبنائي؟ نرى أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، أمير قطر. أحسنتم. في مصدر التعلم في الصفحة 35 نرى عنوان الدرس حفظ الله تميما للشاعرة شيخة المحمود، حفظها الله. من هي شيخة المحمود؟ التعريف بها، هي شيخة أحمد المحمود، شاعرة قطرية لها العديد من القصائد الوطنية والأناشيد المدرسية. أحسنتم. ولنستمع، الكل آذان صاغية، نستمع أبنائي إلى قصيدة حفظ الله تميما. حفظ الله تميما ورعى الله قطر، صانك الله بلادي من تدابير البشر، أنت رمز العز فينا بعلاك نفتخر، أنت فيض من عطاء، أنت خير منهمر، نبذل الروح فداك لا نبالي بالخطر، شيم الأجداد فيك وبك الماضي ازدهر، وبك الحاضر يشدو ولك الفجر الأغر، كعبة المضيوم أنت، كعبة المضيوم أنت، وملاذ المنذعر، فيك أمن وأمان وسلام منتشر، وبنوك هم رجال، هم صخور ودرر، حولك التفوا جميعا كل من فيك استقر. أحسنتم أبنائي، ما أروعكم، استمعتم للقصيدة. هيا بنا صورة من نذكر أنفسنا، أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ما عنوان القصيدة؟ أحسنتم، حفظ الله تميما، رائعون. ولننظر أبنائي في البيت الأول والثاني من القصيدة التي سمعناها. حفظ الله تميما ورعى الله قطر، صانك الله بلادي من تدابير البشر. بما دعت الشاعرة لأمير قطر؟ أحسنتم، رائعون، أن يحفظه الله سبحانه وتعالى.
حفظ الله تميما. بما دعت الشاعرة لدولة قطر أن يرعاها ويحفظها من شر الأشرار وكيد الكائدين، حفظكم الله، أحسنتم. ولننظر أبنائي في البيت الثالث والرابع: أنت رمز العز فينا بعلاك نفتخر، أنت فيض من عطاء، أنت خير منهمر. نلاحظ أبنائي الكلمة التي تكررت أكثر من مرة هي الضمير أنت. أنت، ما المقصود بالضمير أنت هنا؟ أحسنتم، إنها دولة قطر الحبيبة. أنت رمز العز فينا بعلاك نفتخر، أنت فيض من عطاء، أنت خير منهمر. بما افتخرت الشاعرة؟ افتخرت بعلا قطر، وعلا قطر بمعنى أحسنت، رفعة قطر وقيمتها السامية بين البلدان، أحسنتم. ولنذهب أبنائي إلى البيت الثالث والرابع: أنت رمز العز فينا بعلاك نفتخر، أنت فيض من عطاء، أنت خير منهمر. إذن من المقصود بالضمير أنت هنا؟ تكرر أكثر من مرة أنت أنت أنت. ممتاز، إنها دولة قطر الحبيبة، أحسنتم أبنائي. بما افتخرت الشاعرة؟ افتخرت برفعة قطر وعزة قطر. بعلاك نفتخر، أي برفعتك وعزتك وقيمتك بين الدول، أحسنتم. بما شبهت الشاعرة بلادها؟ شبهت الشاعرة بلادها بأنها الخير الوفير، أنت فيض من عطاء، بأنها الخير المنهمر، الخير الكثير، الخير الغزير، أحسنتم، بارك الله فيكم. ولنأتي إلى معاني الكلمات في البيت الثالث والرابع. لدينا كلمة بعلاك وكلمة منهمر. ممتاز، أحسنت. بعلاك يعني رفعتك، منهمر أي كثير، أحسنتم، بارك الله فيكم. علاك رفعتك، منهمر أي كثير، أحسنتم. في الصفحة 37 السؤال الثاني: أقرأ القصيدة وأستخرج الآتي. كلمة بمعنى حفظة من البيت الثاني. ممتاز، صانك، أحسنتم. كلمة بمعنى الخير الكثير من البيت الرابع. أحسنتم، كلمة فيض، رائعون. بما دعت الشاعرة لقطر في البيت الأول؟ ممتازون، أن يرعاها الله ويحفظها من شر الأشرار وكيد الكائدين وحقد الحاقدين، أحسنتم أبنائي. أن يحفظ الله قطر وأميرها الشيخ تميم، حفظه الله ورعاه. إذن أبنائي، في نهاية درس اليوم نكون قد تعلمنا إلقاء القصيدة إلقاء صحيحا ومعبرا، ذكرنا معاني بعض الكلمات في بعض الأبيات، استنتجنا بعض الأفكار والتفاصيل بصورة صحيحة. وبهذا أبنائي نكون قد وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من قصيدة حفظ الله تميما، وإلى اللقاء في دروس أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.